الترتيب ده بيتبني على أسس أو بيتبنى على أسس. منها الدراسة الدكتورية. يعني الدراسة الدكتورية يعني التأمين الصحي الدولة بتتحمل غير القادرين تماما، غير القادرين في مصر متوسط غير القادرين على مستوى مصر 30%، لكن هل هي في كل المحافظات 30%؟ لا. يعني في محافظات لو مثلا رحنا كفر الشيخ هنلاقي ان النسبه بتصل الى 45 او 47% غير القادرين، دي هتتحملها من الدوله. لو جينا في اسكندريه هنا وشفنا الاماكن العشوائيه ما اعرفش بالظبط البرسنتج كام او النسبه كام. المفروض ان عشان يبقى في نجاح مالي لهذه المنظومه نبتدي بالمحافظات اللي فيها غير القادرين اقل نسبه لغايه لما يبتدي يتعمل ما يسمى باسم ملاءه ماليه، ويبقى في النظام ده يبتدي يقوى ماليا، بعدين ندخل على المحافظه اللي فيها غير القادرين نسبه كبيره فنقدر ان دي تعوض.